أنا اسمي ساغر رحلة روحاني، أنا بنت المرحومة صاحبة الصالون. تأسست صالون عروس الخليج من سنة 1980. بدأت والدتي إخوانها كانوا عندهم محل تدريب للصوانين في الإيران، فهي تعلمت هناك مواهب كثيرة. كانت بتحب الكاستمر، بتهتم فيهم، تكلمهم أصدقاء معها، فهذه الأشياء خلتها الثقة بينها وبينهم كبيرة. أبو ظبي هوم، الحب، المحبة، الأمانة، التسامح، الكرم، كل شيء اللي موجوده.